أهلا بكم. رسميا المنتخب المغربي ينسحب رسميا من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين والتي ستقام في الجزائر. إذن أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم اليوم الخميس الانسحاب من كأس إفريقيا للمحليين والتي ستقام بأرض الوطن. إذن هذا ما أعلن عنه أبناء بوسبير. وحسب بيان الاتحادية المغربية عبر موقعها الرسمي، فإن سبب انسحاب المغرب من شان الجزائر يعود لعدم حصولهم على عرض من الاتحاد الافريقي للتوجه الى الجزائر في رحلة مباشرة عبر الخطوط الملكية المغربية. فما الذي دفع ابناء بوسبير لفعل هذا؟ هل هو الخوف من هزيمة نكراء في الجزائر بعدما هزموا في كأس العرب السابقة امام المنتخب المحلي الجزائري، ام ان السياسة الجزائرية تغيظ ابناء بوسبير وحاشية المخزن الملكي؟ وأنتم ما هو رأيكم بسبب انسحاب أبناء بوسبير من بطولة إفريقيا المحليين التي ستقام في الجزائر؟ لا تنسوا لايك وتعليق ولا عزاء لأبناء بوسبير.